الرئيس السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ ويوجه برفع كفاءة عمل الصيانات اللازمة في المعدات. الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر ويؤكد أنه أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. مجلس النواب يستنكر بيان البرلمان الأوروبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتطور الذي وصلت له مصر في تطوير إدارة الأزمات والطوارئ. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. اولا انا سعيد ان انا يعني اطمئن على ان الغرفة جاهزة انها تدير اي ازمة، وطبعا اكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر ان هو يدير الازمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الازمه، لكن اللي انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات، هذه الغرف مربوطه على يعني بشكل متكامل مع الغرفه المركزيه بتاعه اداره ازمات الدوله اللي موجود في القدر الاستراتيجي ده. بالتالي يبقى احنا النهارده والاول مره عندنا إدارة أزمة على مستوى كل محافظة أنت بتقول عليه حدث، وهو حدث أو أزمة يعني. وبالتالي إحنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي الربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. ما يعني نبقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصه بالمحافظه بتاع المرافق الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله، فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه ثانيه، انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات. كل المحافظات يا فندم، وجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج في غرفه إدارة أزمة متحركة. تمام يا فندم. يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربية دي بترافقه أثناء تفقده لأزمة على الأرض، ويستطيع من خلالها إن هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي إحنا عملناه ده، وسعيد بإن إحنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن إحنا ننظم إدارة
بهذا المستوى وبهذا التطور، وانا كنت هكلمكم في حاجه تانية جميعا. يعني انا عايز اكلمكم في الادوات المتاحه لديكم فيما يخص الاغاثه، فيما يخص اعمال المحافظه اللي بتقوم بها الاعمال اليوميه. وانا بعلن ده عليكم ان انا ان شاء الله خلال شهر او شهرين، بديكم شهرين اهو فرصه، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسيه عشان اتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظه معدات مثلا 400 معده 500 معده انواع، بين عربيه وبين عربيه كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات اخرى. الحاجات ديت انا بديكم شهرين عشان ما ازلمكمش. بعد شهرين انا هطلع لجنه تتفقد ده بدقه، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن ان هو يرفع كفاءتها بشكل. وانتبهوا، احنا بنقول الكلام دوت، انت عندك ادوات في المحافظه وعندك شركات في المحافظه، في كل محافظه حسب ظروفها هي قادره انها تعمل التامين الفني ده بالاضافه للعناصر الفنيه اللي موجوده في كل محافظه. تاني، اذا كنتوا عايزين تديروا عملكم على الميدان بكفاءه عاليه، لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعه. عندي 100 معده، يبقى ال 100 معده صالحين. مش بس كده، انت عندك في قطاعك محطات ميه، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، انا بكلم كل الساده المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهارده عندك في المديريه، مديريه الري، مديريه الزراعه، مديريه الاسكان موجوده عندك في المحافظه. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات ديت ترمبتها اللي موجوده في المحطات فنيه جاهزه وبأعلى كفاءه ممكنه. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطه معالجه بتشتغل ب 50 ترمبه رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الاقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل الساده المحافظين اللي بيسمعوني مره ثانيه، انا سعيد جدا بالتجربه، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربيه في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم الجمعه، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليه. مره ثانيه انا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. ميعادنا بعد شهرين، ميعادنا بعد شهرين. كل عناصرك الفنيه وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدوله عنه. شكرا جزيلا، سلام عليكم. عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فذ حقيقة شهد به الكل. عبرت القناة أخطر مانع مائي في التاريخ واجتاحت خط بارليف. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، والذي يعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. كما تقدم السيد الرئيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة رمز البسالة والتحدي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن بالرحمة والمغفرة.
هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. وعلى صفحتها بموقع الفيسبوك صرحت السيدة انتصار السيسي بأن هذا النصر يمثل لحظة تاريخية لا تنسى، وأضافت أن أبطال الجيش المصري جسدوا فيها معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التوسع في الإفراج بالعفو تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة. التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، وفي هذا السياق وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم 417 لعام 2023 بشأن الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلا احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. ولكي يتم الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، عقدت لجان العفو المختصة اجتماعاتها لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين والمستوفين لشروط العفو، وانتهت إلى الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، وهو ما يعكس رؤية إصلاحية متطورة تنتهجها وزارة الداخلية منذ إنشائها مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية فريدة في التأهيل والإصلاح والرعاية. نتاجها كان التوسع في الإفراج بالعفو لإتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة. بشكر الرئيس اللي هو يعني مشانا في عفو وادانا فرصة ان انا يعني امشي في حياة جديدة، ومبسوطة وفرحانة ان انا طالع لعيالي وبيتي تاني وهبدا حياة جديدة. حاجة كويسة ان في عفو والناس بتمشي، وان رئيس السيسي بيدينا فرصة ان احنا نبدا حياة جديدة، ما اللي احنا العدى ما نجيبوش تاني. فرحان ومبسوط عشان انا مروح في عفو السادس من اكتوبر، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا وعلى المعاملة الأدمية اللي الناس بتعاملها لنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. أنا بشكر سيادة الرئيس جدا إن هو عمل لنا عفو 6 أكتوبر وطلعني إن أنا هطلع أفوست مامتي وإخواتي من تاني، وبشكره جدا جدا جدا. أقيمت احتفالية بالمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان، عبروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الرئاسي الذي فتح لهم باب الأمل في الحياة والفرصة للاندماج في المجتمع بعد أن تم تأهيلهم وتقويم سلوكياتهم وفقا لبرامج إصلاحية متطورة تراعى فيها معايير حقوق الإنسان، سواء في الإصلاح أو في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. فرحانة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه عمل لنا العفو، وفرحانة إن أنا أخرج بابني وأخرج عند أهلي. في عنبر خاص بالحضانة، وحضرتك إحنا قاعدين في الحضانة وبيلبوا لنا كل طلباتنا وبيجيبوا لنا لبن للأطفال وعاملين لنا التريض تحت ليهم ألعاب وحاجات حلوة يعني كتير، وعاملين لنا شاشة في كل غرفة وسرير أطفال في كل غرفة، والدنيا رعاية كويسة جدا. أنا هنا لقيت هوايتي هنا، أنا في الكورال هنا في الموسيقى، يدربونا في آلات موسيقية هنا كويس، معاملة أدمية جدا. إحنا بناخد حياة كريمة للإنسان نفسه فعلا، دي يعني سيادة الرئيس فعلا موفر كل دوت. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. لحظات من الفرحة والسعادة عاشها المفرج عنهم عقب استقبال أسرهم لهم أمام مركز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان عقب الإفراج عنهم مباشرة. والله بحمد ربنا يعني على العفو ده وبشكره جدا، والحمد لله اللي أنا واستاهلي دلوقتي. تحيا مصر. بنشكر سيادة الرئيس على توزيعه على العفو، وإحنا بنقول له إحنا متشكرين جدا يا ريس وربنا يخليك لينا. وبنشكر يعني كل المسؤولين هنا يعني
يعني كنا حتى بنيجي في الزيارات يعني كانت احسن معامله واحسن استقبال والله. انا اساسا ما كنتش متوقع انه يطلع النهارده ان شاء الله، ولكن اتصلوا بيا فبصراحه يشكروا واشكر سياده الرئيس على هذا العفو. شايف ابن الصلح من شانه كتير وتطور للاحسن وشايف بني ادم جديد وبني ادم محترم، ما فيش احسن من كده حاجه يعني. كلنا بنحبك يا سياده الرئيس وبنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تطبيق واضح للمعايير الانسانيه في المنظومه العقابيه والتوسع في الافراج بالعفو احد اهم هذه المعايير التي تفتح افاقا جديده للمفرج عنهم للحياه والعمل والبدايه من جديد. إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل جاء وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، فهي تجربة تأهيلية وإنسانية متفردة، ومعها كان التوسع في الإفراج بالعفو في المناسبات الوطنية المختلفة بعد برامج تأهيلية وإصلاحية يتم تطبيقها على النزلاء لبداية حياة جديدة. من أمام مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة. وأعرب الملك سلمان في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري والمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة ممثلة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر. هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 50 لانتصارات حرب 6 أكتوبر. وفي البرقيتين اللتين تم إرسالهما لتهنئة الرئيس السيسي استذكر أمير الكويت ولي عهده ولي العهد بالبطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسلها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية. بعث الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة. أعرب ملك البحرين في هذه البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد ملك البحرين بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع مصر في ظل الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين. هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة إنه يسره في غمرة إحياء الذكرى 50 لانتصارات حرب 6 أكتوبر واستعادة الشعب المصري وجيشه الباسل لأرضه أن يبعث بأسمى عبارات التهاني الأخوية للرئيس السيسي والشعب المصري باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسه. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن حرصه على تعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف مصر الأصيلة ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وانشغالها بقضايا الأمة والحفاظ على دورها الهام على الصعيدين الإقليمي والدولي. هنأ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر الرئيس السيسي والشعب المصري والجيش المصري بأعياد انتصارات أكتوبر. قال حفتر إن انتصارات أكتوبر أعادت هيبة الأمة العربية، مضيفا أن معركة العبور حققت النصر بقدرة وكفاءة الفكر العسكري لجيش مصر وأبطاله، مشيدا بالدعم العربي الذي كان حاضرا وكانت ليبيا أحد المشاركين فيه.
أعرب مجلس النواب عن رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. أضاف المجلس في بيان له أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولات للبرلمان الأوروبي اليائسة وغير المبررة بادعاء امتلاكه سلطة تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه. أوضح مجلس النواب أن ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية. وأكد مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، لافتا إلى أن الهيئة سبق وأن أكدت عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية. استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، استنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية. أكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية تيسير مطر أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض أي إملاءات خارجية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر هو سجل مشبوه. أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عن انتهاء اليوم الثاني من الأيام العشر المحددة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية دون أن يتقدم أي راغب في الترشح بأوراقه إلى الهيئة. احنا في نهاية اليوم الثاني من في لجنة تلقي أوراق الترشح ولم يتقدم أحد، واحنا مستمرين عمل اللجنة حتى يوم 14/10 إن شاء الله الساعة 2 مساء آخر يوم، كل يوم من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء عدا اليوم الأخير هو 14/10 حتى الساعة 2 مساء. وللمزيد من المتابعة حول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري يطلعنا عليها.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. أغلقت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وقد أغلقت اليوم أبوابها مثل اليوم الأول. لم يتقدم أحد من المرشحين، لم يقدم أي من المرشحين المحتملين أوراقه اليوم للجنة. بالطبع خلال اليوم تنتظر اللجنة المرشحين المحتملين أن يأتوا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من 9 صباحا وحتى 5 مساء. بدأت بالفعل يوم 5 أكتوبر وتستمر حتى 14 من أكتوبر. على هؤلاء المرشحين أن يأتوا ومعهم الأوراق الخاصة بهم، أوراق تثبت أن أعمارهم 40 عاما فيما فوق، أيضا الفحص الطبي الذي يثبت الصحة البدنية والذهنية التي تؤهلهم لي منصب رئيس الجمهورية، بالإضافة طبعا للصحيفة الجنائية التي تثبت أن ليس عليهم أي أحكام جنائية أو غير جنائية من قبل. أيضا بالإضافة لذلك الأهم والأساس، إما جمع 25,000 توكيل من 15 محافظة على الأقل، كل محافظة منهم على الأقل 1,000 توكيل، أو 20 تزكية من مجلس النواب. هذه هي الأوراق بالطبع المطلوبة للتقدم. أيضا رصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المرشحين المحتملين وهم يؤدون الفحص الطبي الذي من خلاله يستطيعون أن يتقدموا لمنصب رئيس الجمهورية. ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا مكاتب الشهر العقاري تفتح أبوابها على مدار هذه العشرة أيام حتى في أيام الأجازات الرسمية وفي أوقات العمل الرسمية، وإذا طال الأمر عن أوقات العمل الرسمية تم فتح أيضا الأبواب للمواطنين للقيام بالتوكيلات الذي يحتاجها المرشح. هذا ما نوهت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، وانتهى بالفعل اليوم الثاني لاستقبال المرشحين المحتملين. أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول غدا السبت للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة. أوضحت الحملة أنه سيتم غدا إعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل، وذلك في تمام الساعة 3 عصرا بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في سوريا وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. وتقدمت مصر بصادق تعزيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة وأسر الضحايا. وجدد بيان الخارجية موقف مصر الراسخ والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اكتساس الإرهاب من جذوره وتكثيف منابع دعمه وتمويله. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيل صالح. وأضافت البعثة في بيان لها أنها ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة، مشيرة إلى أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وصل إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ ويوجه برفع كفاءة عمل الصيانات اللازمة في المعدات. الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، ويؤكد أنه أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. مجلس النواب يستنكر بيان البرلمان الأوروبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم الإعلامي يوسف عبدين. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير يا هبة. مساء الخير ريهام، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب وكل المصريين بخير يا رب دايما. اكيد النهارده دايماً حلقة خاصة طبعا علشان نصر اكتوبر يعني، وفقرات مختلفة في نهاية الاسبوع. بالظبط نهاية الاسبوع، والنهارده 6 اكتوبر كمان يعني. بالزبط. يوم العبور ولحظة العبور. بالظبط. هنتناول النهارده ان شاء الله كواليس الحرب والانتصار من زوايا مختلفة، يوبيل ذهبي يبقى حلقة مختلفة جدا. والنهارده كمان معانا فقرة رئيسية وضيف من العيار التقيل زي ما بيقولوا، احد اهم ابطال الحرب والنصر، حرب اكتوبر، وان شاء الله يعني تتابعوها معنا وتكون حلقه جميله ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نسيبك طبعا علشان تبدا الحلقه. شكرا ليك ريهام، شكرا هبه، وشكرا لكل صناع التاسعه. لحظات مشاهدينا ونبدا مع حضراتكم التاسعه.